طيب كهرباء بعد كل ده او في الفترة دي معروض للبيع للإعارة، في نية لده؟ نعرف كل حاجة دلوقتي. انا معايا على التليفون كابتن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي. يا كابتن امير اهلا وسهلا بك ومساء الفل. ابراهيم مساء الفل عليك. اخبار حضرتك يا فندم؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. يا رب دايما في افضل صحة وافضل حال يا رب حبيبي. خليني اسألك في الموضوع اللي لسه كنت بتكلم فيه، كهرباء منذ الأزمة واندلاعها والأخبار كانت تتواتر وتفاصيل كتيرة. أعرف إحنا قلنا يمكن أخبار كتير عندنا هنا في البرنامج ليها علاقة بالموضوع ده، لكن دايما الناس تحب تسمع طالما المسؤول موجود معانا. هل الأهلي تحرك؟ هل في كان أي تحركات من قبل الكابتن محمود الخطيب بإعطاء إشارة البدء للكابتن أمير توفيق لعرض كهرباء للبيع أو للإعارة وقت الأزمة أم لا؟ لا طبعا الكلام ده مش مظبوط خالص. احنا الامور كانت الاهلي اتعامل فيها بمنتهى الشفافيه في الموقف بتاع كهربا مع المدير الفني، والامور كلها اعلنت بشكل واضح جدا عن طريق كابتن الحفيظ مدير الكوره، والامور كانت بالنسبه لنا خلاص. هو كان حصل ايقاف شهر وفي غرامه ماليه، والامور وقفت عند كده. فكره ان سمعت كلام بعد كده اتقال كتير ان الكابتن الخطيب او لجنه الكوره بلغوه ان احنا الكهرباء مش موجود. الكلام ده مش صح خالص، ما حصلش خالص الكلام ده. العقوبه هو شهر ايقاف والغرامه ماليه، والموضوع واقف عند كده وخلاص. وخلاص وقف عند كده وخلاص. بالظبط. طيب ده تصريح واضح وصريح لا لبس فيه. طيب ما فيش فكره بقى التسويق في الخليج؟ ما فيش فكره التسويق في اي حته من الكلام اللي اتقال ده؟ ما فيش الكلام ده خالص؟ لا ما فيش. انا بالك انا برضو انا طبعا ممكن يعني الكلام ده لازم برضه اوضحه. اتفضل. لسه بدري قوي على الكلام ده. يعني حتى غير كهرباء، انا بتكلم بقى بشكل عام. احنا لسه شهر 3 ولسه نص الدوري ما خلصش. ايوه. احنا الدوري بتاعنا يخلص في اخر 9 حسب ما انا سمعت من اتحاد الكوره من كام يوم. ايوه. فاحنا لسه بدري جدا على ان حد يبقى فيه قرار واضح بالنسبه لاي لعيب بشكل 100%. لا طبعا صعب جدا.